السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، العدد الجديد لمجلة القوات المسلحة الملكية المغربية والذي نشر اليوم، العدد 406. بطبيعة الحال سوف أضع لكم رابط العدد أسفل الفيديو لمن يريد قراءة هذا العدد. مجلة القوات المسلحة الملكية هي تختص في نشر المواضيع بطبيعة الحال تخص الجيش المغربي و القضايا التي تهم القوات المسلحة الملكية. في هذا العدد متابعينا الكرام نشرت أولى صور لمنظومات الدفاع الجوي المغربية من طراز سكاي دراغون 50، منظومة تنين السماء 50، والتي تعمل في المجموعة 20 التابع للمدفعية الملكية المغربية. فالمدفعية الملكية المغربية هي مقسمة يعني إلى وحدات، وهذه الوحدات منها ما هو مختص في مثلا المدفعية أرض أرض، أو مثلا راجمات الصواريخ المتعددة، أو أيضا منظومات الدفاع الجوي مثل المجموعة 20 والتي تناولتها مجلة القوات المسلحة الملكية. وتم نشر مجموعة من الصور والتي تخص منظومة الدفاع الجوي المغربية من طراز تنين السماء 50. هذه المنظومة متابعينا الكرام المتطورة بطبيعة الحال والحديثة جدا، والتي يمكنها اعتراض جميع أنواع يعني التهديدات الجوية، سواء كانت طائرات بدون طيار، سواء كانت صواريخ الكروس، سواء كانت صواريخ بالاستية، سواء كانت مقاتلات أو مروحيات، أو حتى الأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض جدا والتي تحاول من خلال هذا التحليق أن تقوم ب يعني تجنب الرادارات وتجنب منظومة الدفاع الجوي. فهذه المنظومة تتعامل مع هذا النوع من التهديدات، وهي منظومة بطبيعة الحال متنقلة، يمكن أن تتنقل و لديها القدرة على رص أهداف من مدى 150 كيلومتر، والاشتباك معها من مسافة 50 كيلومتر وعلى ارتفاع 20 كيلومتر. هذه هي القدرات ديال منظومة الدفاع الجوي سكاي دراغون والتي تعمل في المجموعة 20 للمدفعية الملكية. وبطبيعة الحال هناك مجموعة من الوحدات والتي تشغل منظومة الدفاع الجوي مختلفة الأصناف، واقتناء ديال هذه المنظومة ديال الدفاع الجوي سكاي دراغون يأتي في إطار المجهودات تحديث قطاع الدفاع الجوي بمختلف الأصناف، قصيرة المدى، متوسطة المدى، وأيضا بعيدة المدى. فإذا المتابعين الكرام، هذه أولى الصور ديال هذه المنظومة والتي تم اقتناؤها سنة 2016، وتنشر هذه الصور لهذه البطاريات ديال منظومة الدفاع الجوي سكاي دراغون 50 كما تشاهدون متابعينا الكرام. إذا متابعينا الكرام، غادي نخلي لكم رابط العدد ديال مجلة القوات المسلحة الملكية، العدد 406 أسفل الفيديو، لمن يريد طبيعة الحال قراءة التفاصيل، بعض التفاصيل فيما يخص هذه المنظومة، طريقة عملها، وأيضا مختلف مراحل ديال اللي كيمرها، عفوا الطواقم اللي كيشغلوها، الصيانة، قدراتها أيضا في الحرب الإلكترونية، ومجموعة من الأمور الأخرى. إذا متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.